السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن حكمة من الحكم التي أرسى دعائمها الصلحاء والناصحون، وهي: لا تبكي ولا تتذمر دائما على نفس المشاكل. هناك بعض الناس دوما وأبدا يبكون ويتذمرون طيلة حياتهم وعلى اختلاف مراحل عمرهم على نفس المشاكل، يبكون ويحزنون على نفس الصعوبات التي مرت بهم. هناك حكاية تختزل مضمون هذه الحكمة. في إحدى القرى كان هناك رجل حكيم، رجل ناصح، رجل مرشد، يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته ولعرض مشاكلهم بين يديه. لكنه لاحظ بأن الكثير منهم في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل ويعرضون عليه نفس المصاعب التي تواجههم شهور وسنين طويلة، وهم يدورون في حلقة مفرغة، نفس المشاكل، نفس الظروف، نفس الأحداث، حتى إنه سئم منهم. وفي يوم من الأيام هذا الحكيم جمع معظم هؤلاء الناس وأراد أن يحدثهم جماعة، فقص عليهم نكتة طريفة، قال لهم نكتة مضحكة، وبدأ الناس يضحكون من شدة غرابة هذه النكتة المضحكة. رآهم يبتسمون ويضحكون كالأطفال. وبعد دقائق قص عليهم نفس النكتة، فإذا ببعضهم يبتسم والبعض الآخر قد فهم النكتة، فلماذا يبتسم مرة ثانية؟ ثم ما لبث أن قص هذه النكتة ذاتها مرة ثالثة. في المرة الثالثة لاحظ بأن لا أحد يضحك، الكل قد مرت به النكتة وفهمها وانتهى الأمر. عندها ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على نفس النكتة أكثر من مرة، فلماذا أنتم تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ هذه قصة مختصرة مفادها أن الإنسان الذي يبكي دوما وأبدا ويتذمر في كل وقت وحين على نفس المشاكل التي تواجهه، إنه يقوم بمضيعة للوقت. فالقلق والحزن لن يحل المشاكل، وإنما هو هدر للطاقة ومضيعة للوقت. هذا ما يلاحظ في حياتنا. الكثير من الناس يعتبرون التذمر أمرا طبيعيا بسبب الظروف المرهقة التي يمرون بها. فهناك أشخاص إذا جالسناهم نشعر بأنهم دوما متوترين ودوما يشعرون بالحزن والكآبة، والمشاكل هي لا تكاد تنتهي. بعض الناس كان يتمنى أن يكون أطفاله وأولاده مثاليين ناجحين، يريد من الأطفال أن يكونوا دوما هما الأحسن في التربية والأخلاق وأيضا في الدراسة والتحصيل، وهذا لا يمكن أن يقع دوما وأبدا. هناك من يكون متذمر
لأنه لم يحصل على الوظيفة المثالية، أنه لم يحصل على العمل المناسب. إذا سألته هل أنت راض على عملك وعلى شغلك وعلى وظيفتك، يقول بالطبع لا، أنا أستحق أحسن وأفضل وأكرم من ذلك. وهناك ربما من هو متدمر ومستاء لأنه أساء اختيار شريك حياته، كان يتمنى أن يكون شريك حياته هو مثالي، إما رجل من الرجال الذين يشار لهم بالبنان، وإما امرأة تكون مثالية. وهكذا لا أحد يمتلك الحياة المثالية ويمتلك الشيء الذي هو في ذهنه وفي أمنيته. فالإنسان يتدمر لأنه لم يحصل على ما كان يتمنى على أكمل وجه، أو على ما كان يعتقد أنه يوما ما سوف يحصل عليه. هكذا هي الحياة، خلقها الله عز وجل وسماها الحياة الدنيا من الدنو، أي أنها لا تكتمل أبدا. حينما تكتمل من هذه الجهة يصيبها نقصان من جهة أخرى. هكذا خلق الله الوجود وأخبرنا به في كتابه العزيز، وإذا اعتقدنا بذلك نرتاح. أما من كان يرفض الاعتقاد بذلك فإنه سوف يواجه المزيد من المتاعب والمزيد من المشاكل، ويبقى دوما يبكي ويتدمر. نحن في حياتنا اليومية قد نواجه بعض التغيرات السلبية تحصل لنا، قد يكون الإنسان على ما يرام، وفي لحظة قد يقع له مشكل في العمل فيفقد وظيفته، وقد يكون ربما يعيش حياة أسرية مستقرة فيقع الانفصال عن شريك الحياة، وقد يكون يملك مالا كثير وفي لحظة ضاع المال وصار مدينا، صار مديونا للآخرين، وقد يكون ربما يتمتع بصحة وعافية جيدة وفي لحظة يسقط مريضا. وقس على ذلك الشيء الكثير، أحداث وتغيرات سلبية قد تحدث في حياتنا اليومية وقد يكون لها أثر سلبي بل وصادم وقوي على نفسية بعض الناس. فالناس يبحثون كيف يتخلصون أولا من الصدمة، كيف يتخلصون من الأثر السلبي. ببساطة، للتخلص من الشعور بالحزن المصاحب لمثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يعتقد بأن كل ما يحدث في هذا الوجود هو من قدر الله، أن كل ما يقع في الوجود هو من قدر الله سبحانه وتعالى. وهو القائل في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عليك أن تعلم بأن هذه الشدائد وهذه المصائب وهذه الويلات وهذه الظروف المرهقة والتغيرات السلبية هي جزء من قدر الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان في هذه الحياة لا بد أن ينال نصيبا من ذلك. حتى الأنبياء وحتى المرسلين وحتى الأولياء المقربين وحتى الملوك والأمراء والسفراء وعلية القوم، كل الناس بدون استثناء لا بد أن يمروا بصعوبة في الحياة وقد تؤثر فيهم تأثيرا عميقا. وأحسن وسيلة للتخلص أولا أن نشعر بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن هذا من قدر الله. ثم بعد ذلك عليك أن تتقبل وترضى بأن هذا الذي حدث هو نصيبك، لا مفر من قدر الله، لا بد أن تشعر بذلك. ثم بعد ذلك أن تتخلص من الشعور بالحزن المصاحب لهذه الأمور، يجب عليك أن تفكر في المستقبل،
وقد وقع الذي وقع، هكذا يقول الفقهاء، يقول وقد وقع الذي وقع. ما وقع قد وقع، لا مفر من قدر الله، ولا يمكن أبدا أن نعود بالزمن إلى الماضي لنغير ما وقع، لا يمكن. الزمن يسير نحو المستقبل. كثير من الناس يتوقف عندهم الزمن ويبقوا في دائرة مغلقة، والناس حولهم يعيشون ويعملون ويتغيرون، وهم يظلون متصلبين في نفس المكان من فرط الصدمة، لأنهم لم يتقبلوا هذا الوقائع التي وقعت لهم، ومن ثم يصيرون في حالة من الاضطراب النفسي وحالة من الذعر تجعلهم يقفون مكتوفي الأيدي ويشعرون بالأسى ويظلون يتدمرون ويبكون ويشتكون. جميل أن الإنسان أنه يختلي بنفسه لفترة بسيطة يعيش فيها حزنه. في الأول تختلي بنفسك وتبتعد عن الناس وكأنك بينك وبين الخالق. هناك بعض الناس يختلي بنفسه ويغلق عليه الأبواب ويدخل في وسوسة قهرية، هذه حالة مرضية. لا، ينبغي أن تختلي بنفسك لتختلي بربك، لكي تقول بأن الذي أصابني هو نوع من القضاء والقدر وقد رضيت يا رب، لكن هذا القدر شديد علي وقوي علي، ارزقني القوة وارزقني المدد. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان محاولات للتكيف مع الوضع الجديد. لا بد أن تتكيف مع الوضع الجديد، وإلا ستبقى دوما في صراع مع الزمن وصراع مع القدر وصراع مع الحياة. لا بد أن نتقبل ونرضى ونتكيف مع الوضع الجديد، هذا يساعدنا كثيرا في التغلب على الشعور السلبي. ثم بعد ذلك الإنسان يجدد طاقاته ويجدد حيويته، ويعتبر أن ما وقع له إنما هو تجربة، وأنها واقعة وقعت، وربما أنها فرصة إيجابية للتجديد والتطور. دائما نعتبر بأن الفشل ما هو إلا محاولة جديدة لكي نطور أنفسنا، فرصة إيجابية للتجديد. مثلا إنسان قد يفقد وظيفته القديمة ويشعر بأنه ضاع، لم تضع، بالعكس ربما قد تكون هذه محطة انتقالية إلى ما هو جديد. ربما قد تحصل على وظيفة أفضل، ربما أنك تفكر بعملك الخاص وتنشئ مشروعك الخاص، ربما قد تتفرغ لتطوير مهاراتك واكتشاف مواهبك الحقيقية التي لم تكن تعلم عنها شيئا مسبقا، وهكذا يمكن أن تجدد حياتك. وقس على ذلك أي مشكلة تواجه الإنسان، أي صدمة في الحياة، عليه أن يتوقف قليلا، يعلم بأن هذا قضاء وقدر، يختلي بنفسه ويناجي ربه، ثم بعد ذلك يبدأ يفكر في اكتساب فرصة جديدة للتطوير ويعيد التجربة من جديد. أما مجرد التذمر والبكاء والحزن والشكوى فإن هذا يؤثر بشكل سلبي على حياتنا، بدءا على صحتنا، ويبدأ التأثير السلبي على الجهاز العصبي وعلى الدماغ، ثم على المفاصل، ثم بعد ذلك على كل أنواع أجسامنا، وترتفع نسبة الحزن والكآبة لدى الإنسان، فيصير حياته كلها تذمر. التذمر هو مسؤول عن إفراز هرمون التوتر، هرمون التوتر الكورتيزول، يعرفه الأطباء والصيادلة، إنه يؤدي بدوره إلى ضعف الجهاز المناعي. هناك أناس عندهم جهاز مناعي ضعيف، كلما تغير الجو أو تغيرت الرياح يسقطون مرضى، والسبب هو القلق والتوتر والتذمر والشكوى، وهذا يؤدي إلى إفراز هذا الهرمون، هرمون التوتر الكورتيزول، وبذلك يكون سببا
في الكثير من الأمراض تظهر على الإنسان، يشعر بالدوار في الرأس وبالمغص في المعدة وبالألم في المفاصل، ويشعر بعدم الرغبة في الحياة، ويبدأ يرى رؤى منامية كلها مخاوف وكلها صفحات سوداء، ويبدأ يفكر في المغادرة، في الموت وفي الانتقال إلى العالم الآخر، كأنه لم يبقى من أصحاب هذه الأرض وهذه الحياة. وهي طريقة خاطئة في التفكير، لأن الله تعالى كتب على كل نفس منفوسة أنها تمر بمراحل صعبة، وعليها أن تأخذ الدروس والعبر، ليس أنها تصير نحو الكآبة والحزن. وهو القائل عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اصبر اصبر ثم استرجع طاقتك وقوتك ثم انطلق للعمل. الطريقة المثالية للتخلص من كل هذه الأعراض النفسية والجسدية التي تظهر على الإنسان هي أنه يتوقف عن الشكوى، ويتوقف عن التذمر بشكل مستمر، ويبدأ في قبول الحياة ويقبل عليها بكل حيوية وبكل نشاط. الخطر الحقيقي للأشخاص كثيري الشكوى بصورة دائمة هو أنهم يرون واقعهم مليئا بالسلبيات. إنهم يضعون نظارات سوداء على عيونهم. إذا سألته كيف هو واقعك يقول: أعوذ بالله منه، الواقع كله مرير، الحياة الأسرية مفككة، الوضع المالي هو ضعيف جدا، والحياة العامة كلها مشاكل وكلها صعوبات. إنه يتدمر بشكل مستمر ويرى بأن واقعه مليئا بالسلبيات، ويعتقدون بأن ظروفهم مقارنة مع الناس الآخرين أنها سيئة ومؤسفة، وأن ظروفهم أقوى منهم، وأنها خرجت على السيطرة، وهذا كله تقدير غير صحيح. الحقيقة هي أن هؤلاء الناس لهم منطق في التفكير واستراتيجية تحتاج إلى التغيير. فكل الناس على اختلاف أشكالهم ومراتبهم يواجهون نصيبا من المتاعب في الحياة، لكن هناك فرق بين الإنسان الإيجابي القوي الذي يعتبر بأن هذه مجرد تجربة وأنها ابتلاء واختبار، ويسترجع قوته ويبدأ الحياة من جديد، هذا الإيجابي. أما السلبي فهو الذي يشعر بالغثيان وبالضعف وأنه مقهور، ويرفض الحياة ويلعن الوجود، ويظل هكذا في الشكوى. لكي نمنع الشكوى لابد أن نعطي أعذارا للمطمطنة والابتعاد عن تحقيق الأهداف. لابد أننا في كل شيء لا نعطي الأعذار التي بسببها تمطلنا عن الأشياء. مثلا إنسان ربما عنده مشكل في العمل، يتأخر في الوصول للعمل، ربما دوما يضع بين يديه بأن المشكل هو في حركة المرور، وأنه لما يأتي إلى العمل أو إلى أي مهمة متأخرا ويجد العتاب، دائما يشتكي بأن حركة المرور رهيبة والشوارع مزدحمة. نعم هذا صحيح، هذا يحدث، لكن يمكن الاستعداد له بشكل أكبر، أن الإنسان يخرج مبكرا، أنه يسلك طريقا غير الطريق الذي سلكها بالأمس، وممكن أن يجد الحل المناسب دون أن يبقى دائما يعطي الأعذار للمماطلة، ودائما يبتعد عن تحقيق الأهداف. البعض الآخر يشتكي لأن الحياة من وجهة نظرهم غير عادلة. هناك بعض الناس إذا سألته يقول الحياة غير عادلة، أن هناك أشخاص حصلوا على التعليم الكافي ولديهم وظيفة مهمة يجنون منها ثروة، ويقول نحن حظنا أقل منهم، لم نتلقى التعليم الكافي، إما أننا في العالم القروي أو أننا في المدن، ولكن ظروفنا العائلية والمالية لم تسمح لنا بالدراسة والتحصيل العلمي في المستوى العالي. أو يقول حصلت
على الشهادة العليا لكنني لم أحصل على الوظيفة المثالية، أو يقول حصلت على الوظيفة لكنني لم أجن منها الثروة، ويبقى دائما ينظر بأن الحياة من وجهة نظره غير عادلة، وقد يتزوج ويرى بأن حياته فاشلة وكلها متاعب، ويقول بأن الحياة غير عادلة، من هم أقل مني كانوا أسعد في زواجهم وفي أسرهم واستقرارهم. وهكذا أنواع وأشكال كثيرة من الشدائد ومن المصائب، وكلها نمط من التفسير. الوصية التي يوصي بها الحكماء: لا تبكي ولا تتدمر على مشاكلك كل مرة. لابد أن يكون الإنسان ممتنا لما لديه ولما يمتلك الآخرون. الحياة ليست سباقا، الحياة ليست سباقا، متى سوف أجمع المليون، متى سوف أبني البيت المناسب، متى سأحصل على السيارة الفارهة، متى سأجد حياتي كلها رغيدة. أبدا، الحياة ليست سباق، الحياة عطاء ومنع. لابد أن يركز الإنسان على ما يجعل نفسه سعيدا، وعليه أن يفكر كيف يمكن إضافة قيمة لحياته، وإذا تعثرت عليه الأشياء فليصبر وليحتسب وليعتبر بأن الذي يقع له إنما هو مجرد ابتلاء في الحياة، وأنه في اختبار، وعليه أن يصبر ويحتسب إلى أن يأتي الله تعالى بالفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المهمومين، وينفس الكرب عن المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده أن يرزقنا وإياكم صبر الأنبياء والمرسلين وصبر أيوب عليه السلام. كونوا معنا جميعا، أمين آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.